رغم مرور 5 أيام تقريبا على زيادة أسعار البنزين والمحروقات في البلاد، إلا أن الخبر الرئيسي ما زال تداعيات زيادة أسعار البنزين. امبارح استعرضنا مع حضراتكم مشاكل المواقف والخناقات اللي ما بين الركاب والسواقين، سواء كانت سيرفيسات أو تاكسيات أو مواصلات عادية، وشفنا المحافظين امبارح اللي كانوا بيلفوا على كل المحافظات. من الحاجات اللي الناس كلها توقعت انها تترتب على زيادة سعر البنزين زيادة أسعار السلع. السلعة دي إما بتتعمل بمصنع بيشتغل بالسولار أو بيشتغل بالكهرباء اللي بيتم توليدها باستخدام السولار، أو المنتج بيتنقل عن طريق عربيات بتمشي بالسولار وبناء عليه كل حاجة في البلد هتزيد. ويمكن ده كان كلام المتحدث باسم الغرف التجارية واللي قال زيادة 7% إلى 10% على جميع السلع خلال الأيام القادمة بسبب زيادة سعر البنزين. فبدأت بقى الشائعات والإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتشر، يقول لك عندنا نقص حاد في السلع، وخلي بالك في مشكلة في الجبنة، وخلي بالك العيش الفينو يمكن الأيام الجاية يبقى مفيش، وخزن رز عشان الرز عندنا فيه مشكلة، والمكرونة فيها نقص، والزيت ما عادش بيجي من أوكرانيا. وبيني وبينك كمان بلدنا بقت بيئة خصبة جدا لانتشار الإشاعات وكمان تصديق الإشاعات. المواطن النهاردة أي حاجة بتتقال وبيصدقها. ليه؟ لأنه شاف على مدار الكام سنة اللي فاتت اللي ما كانش يحلم يشوف. هو في حد كان يحلم إن نهر النيل ده ممكن يجف، او ان اثيوبيا تعلم علينا وتبني حيطه تمنع عننا الميه؟ وكان في حد يحلم ان احنا بنسيب سينا ونفتحها لليهود يعملوا حفلات ويروحوا وييجوا فيها؟ هو كان في حد يحلم ان تعليم ولادنا يتحول لفار تجارب وكل يوم نعلم فيه ونشوف؟ وكان في حد يحلم ان مصر اللي كانت في يوم من الايام خزائن العالم تجوع النهارده ومستنيه الحرب تنتهي ما بين روسيا واوكرانيا؟ ان شاء الله مش هنجوع يعني، لكن عندنا ازمه في العيش، وازمه في التموين، وازمه في السكر، وازمه في الزيت، وازمه في كل حاجه. كان حد يصدق الكلام ده؟ كان حد يصدق او حد يصدق او حد يصدق ان احنا عملنا ثوره في 25؟ ما كانش حد يصدق. عشان كده النهارده المواطن اي حاجه بتتقال له على مواقع التواصل الاجتماعي بيصدقها. اي حد راكب مترو او قطر وحب يعمل فرقعه في قلبه، ان المواطن بيصدق والمواطن معذور. والله بصراحه المواطن بقى يصدق اي حاجه تتقال على الحكومه، لحد ما طلعت النهارده الحكومه بتبين حقيقه اختفاء سلع غذائيه بسبب تداعيات الازمه العالميه. قالت ان بعض المواطنين لجأوا انهم يخزنوا سلع خلال الايام اللي فاتت بشكل مبالغ فيه بعد شائعات انتشرت في المجتمع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بتتنبأ بحدوث أزمة، بل وجود عجز ونقص حاد في السلع. الحكومة بتقول نحن الحمد لله عندنا احتياطي استراتيجي وآمن ومستدام من السلع الاستراتيجية والأساسية لمدة لا تقل عن 6 شهور، فاطمن يا مواطن. أنا بقول لك اطمن، أو هم بيقولوا لك اطمن. صدقتهم صدقتهم، ما صدقتهمش وشايف بعينك ان في نقص او على الاقل زياده في السلع انت حر. لكن الحكومه النهارده بترد وبتقول لك احنا الحمد لله ما عندناش نقص، عندنا السلع تكفينا 6 شهور، وان كان 6 شهور ده رقم قليل جدا في استراتيجيات الامم والشعوب. طيب ايه بقى اللي ياكد لك ان احنا عندنا ازمه؟ الاجراءات اللي بتاخدها وزاره التموين. عايز على طول تشوف عندنا مشكلة ولا لأ، عندنا نقص ولا لأ، دنيا مستقرة ولا فيها هزة. بص على قرارات وزارة التموين النهاردة، وزارة التموين مرة واحدة كده بتهدد تهديد قاطع للسادة المواطنين، أي حد عنده مواطن متوفى أو مواطن مسافر بره البلد أو مواطن مهاجر أو مواطن ينطبق عليه أي شرط من الشروط منع الدعم ما يبلغش عنه خلال 2 شهر هيتحذف تماما وتتلغى البطاقة، بطاقة التموين، تصل إلى الإلغاء عقوبة عدم حذف المسافرين
والمتوفين من بطاقة التموين. ده على حسب بيان رسمي صدر صباح اليوم عن السادة المسؤولين في وزارة التموين. ايه بقى عشان اعيد لك تاني ايه الفئات اللي بتتكلم عنها الحكومة؟ المواطن اللي مسافر بقاله 3 شهور، المواطن اللي مرتبه فوق او دخله فوق 9000، المواطن اللي عنده عربية فوق 2018، المواطن اللي ما وردش الغلة، المواطن اللي عنده مشكلة مع البناية في أرض ملك الدولة أو على أرض زراعية، كل دول هيتحذفوا. طب واللي عنده واحد من دول في البطاقة بتاعته ما بلغش عنه خلال شهرين من تاريخ الآن، هيتم إلغاء البطاقة بما فيها من أفراد، وده طبعا مخالف للدستور المصري. في الوقت بقى اللي إيه؟ عشان تحس كده إن الموضوع أنا شخصيا مش فاهمه، وأتمنى يكون في حد في حضراتكم فاهمه. في الوقت اللي وزارة التموين عندها مشكلة والمواطن حاسس بأزمة في زيادة الأسعار ونقص في السلع، عندنا وزارة تانية اسمها وزارة الداخلية شغلتها بنص القانون والدستور حفظ الأمن والأمان وتوفير أو تطبيق القانون على المواطن، تشعر وكأنها داخلة في سباق مع وزارة التموين. الأيام اللي فاتت وزارة الداخلية كانت عاملة منافذ بتبيع فيهم السلع بتخفيض يصل إلى 50%، النهاردة وزارة الداخلية بتزود التخفيض عشان يصل إلى 60%، تخفيضات تصل ل 60%. الداخلية تعلن استمرار مبادرة كلنا واحد حتى إمتى؟ حتى نهاية العام، يعني لسه 6 شهور. التموين عمالة تجري، عمالة عارف انت ايه؟ زي الموظف كده اللي عمال يحسبها ويلغي بند ويشيل بند ويقفل باب ويتنازل عن حاجة. وزارة التموين عمالة تعمل كده، عمالة تدور وتنبش ازاي تقلل من مستحقي الدعم عشان توفر من الفلوس اللي بتتصرف وتحاول تكفي المواطن. تقوم وزارة الداخلية عندها 995 فرع في 27 محافظة اسمهم فروع أمان، وبتبيع فيها السلع يا مؤمن بتخفيض يصل إلى 60%. يعني في الوقت اللي كيلو اللحمة موجود بره ب 200 جنيه هتلاقيه موجود عند وزارة الداخلية ب 60 جنيه. في الوقت اللي كيلو الرز موجود مثلا عند وزارة التموين ب 10 جنيه هتلاقيه موجود عند وزارة الداخلية ب 4 جنيه. كيلو السكر موجود ب 20 جنيه بره هتلاقيه موجود عند وزارة الداخلية بكام؟ ب 8 جنيه. الله، هو مين بيعلي على مين؟ مين اللي بيتحكم في سلع المواطن؟ وزارة الداخلية أو وزارة التموين؟ القائمين على التموين المواطن ولا القائمين على أمن المواطن؟ وزي ما سألنا السؤال الأبدي الأزلي اللي ملوش إجابة، وزارة الداخلية اللي بتقدر تدبر سلع للمواطن بتخفيض وخصم يصل 60%، بتجيب السلع منين؟ وليه وزارة التموين ما بتعملش زيها؟ هي وزارة الداخلية أشطر من التموين؟ ولا وزارة الداخلية عندها منافذ وعندها مصادر وزارة التموين ما عندهاش؟ ولا وزارة الداخلية عندها فائض في الميزانية بتاعتها؟ ولو عندها فائض المفروض تديها لوزارة المالية، ما تروحش تشتري بيها سلع وتبيعها للمواطن، ولا السلع دي بتجيبها من جيوب المواطنين في حملات المصادرة؟ موضوع كده تحس ان فيه لخبطة. اخوانا دعوا ما لزيد لزيد وما لعبيد العبيد لعبيد، خلي الداخلية تعمل شغلتها، نقول لها شكرا كتر ألف خيرك لما تحمي المواطن وتطبق القانون وتحافظ على ممتلكات المواطنين وتحافظ على أمنهم، خلي وزارة التموين تعمل اللي عليها، توفر لنا السلع والمم والعيش واللحمة والسكر والزيت، كده يبقى الدنيا تمام. لكن التموين عمالة تلف حوالين نفسها والداخلية قاعدة حاطة رجل على رجل وبتقول لهم خصم 60% ومن بكرة بجنيه زي ما كان بيحصل في الفيلم. الخبر ده بيرد على طول على الكلام اهو، الغرف التجارية 30,000 مخبز بدأوا في تطبيق زيادة الردة في العيش المدعم. عارف وزارة التموين لجأت لإيه؟ لجأت إنها حتى الردة اللي كنا بنرميها للبط أو بنحطها
للمواشي أعزك الله بدأت تدخلها جوه العيش عشان تزود الكمية. قبل كده كان نسبة الدقيق 82%. ايه 82%؟ القمح اللي هو الحب ده لما كان بينطحن كانوا بيطلعوا منه 18% رده، ده على حسب المنخل او الغربال، يقول لك المنخل ده 18، المنخل ده 12، المنخل ده 15، اللي هو لما تنخل فيه الدقيق كده نزل لك الدقيق تحت ويتفضل فوق 18% ده الرده. النهارده وسعوا المنخل شويه او الغربال فبدا ينزل 87% ويحجز فقط 13%، ده طبعا زود الدقيق بنسبه 6%. دي اجراءات التموين اللي عماله، وانا يعني انا مشفق، يعني مشفق على وزاره التموين لانها بتغزل برجل حمار. عنده عجز، عنده تضخم، عنده زياده في المواطنين، عنده عدم استعداد للازمه، عنده مشاكل، ورغم كده عمال بيحف من هنا، عمال بيقطع من هنا، وعمال بيجز من هنا، وعمال بيقلل مستحق الدعم، يقلل وزن العبوة، يزود ثمنها. لكن اللي مش قادر افهمه وزارة الداخلية اللي بتوصل ل60% بتجيب ده منين وما بتشرش او ما بتكبش على الفاضي اللي جنبها وزارة التموين ليه؟ عشان نبقى بنقول كمان الاخبار الايجابية، عندي خبر ايجابي يخص وزارة التموين. خبر بيقول التموين ربط الكتروني مع محكمة الأسرة لتسهيل ضم أبناء المطلقة للبطاقة. قبل كده كانت اللي بتطلق بتدوخ يا عيني السبع دوخات يمين شمال من محكمة الأسرة لوزارة التموين لمكتب التموين اللي جنبها اللي مش عارف الشهر العقاري اللي للمحكمة عشان تضيف ولادها بعد ما تتطلق على البطاقة الخاصة بتاعتها. النهارده حاجة لطيفة بتعملها وزارة التموين حسب ما قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين انهم هيربطوا ما بين الوزارة ومحكمة الأسرة. أي واحدة معاها حكم من محكمة الأسرة على طول دايركت مباشرة هينضاف ولادها في البطاقة بتاعتها، تودي بس صورة من الحكم أو تبلغ رقم الحكم لوزارة التموين، هم هيريحوها ويريحوا الدنيا من المشاكل اللي كانت شغالة بقالها فترة بسبب أزمة المطلقات. ناخد فاصل نرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات حلقتنا النهارده.